بسم الله الرحمن الرحيم. بتمنى لو حد عنده أي استفسار في فيديو النهاردة يسيب لي كومنت بالسؤال، ولو حد محتاج شرح موضوع معين أو جزء معين يكتب لي في الكومنت. هيكون معاكم ياسمين حمدي، وما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اليوتيراين سايكل. دي تاني سايكل من الفيميل ريبرودكتيف سايكل. اليوتيراين سايكل دي عبارة عن ايه؟ دي شوية تشينجز كده بتحصل كل 28 يوم في الاندوميتريوم بتاع اليوترس. بتحصل لوحدها؟ لا، بتحصل تحت تأثير الأوفيريان هرمونز. ايه هي الأوفيريان هرمونز؟ الاستروجين والبروجستيرون. طيب انا دلوقتي بيبقى شغال عندي الأوفيريان سايكلز اللي احنا شرحناها، في نفس الوقت بيبقى بيحصل الاندوميتريال سايكل. عندي الاندوميتريوم بتاع الفندس والبادي بتاع اليوترس بيحصل له changes بتنتهي ببليدنج او المنستيرويشن او المنسس. انا قلت بتحصل فين؟ بتحصل في الاندوميتريوم بتاع الفندس والبادي بتاع اليوترس، لكن الميكوزا بتاع السيرفكس واليوتراين تيوبس مش معايا في اللي changes اللي بتحصل دي. زي ما اتفقنا قبل كده ان انا عندي اليوتراين وول، ده بيبقى عبارة عن 3 layer. انا عندي البريميتريوم اللي هو بيبقى من بره، وعندي المايوميتريوم اللي هي كانت الماسلز، وعندي الاندوميتريوم اللي هي الطبقه اللي عامله اللايننج بتاع اليوترس من جوه. طيب انا عندي الاندوميتريوم بس هو الوحيد اللي بيحصل له السايكليك تشينجز، والاندوميتريوم دوت عباره عن حاجتين. انا عندي البيزل زون بتاعه اللي هو بيبقى تحت اكتر حاجه بيز من تحت، ودي اللي بتبقى عامله اتاتشنج للاندوميتريوم مع المايوميتريوم، وناحيه بره كده في الاندوميتريوم اسمه الفانكشنال زون، وهو ده اللي بيتغير مع السايكلز. نوضحها اكتر، هنشبه اليوتراين وول دوت عندي بالسرير. بيريميتريوم مثلا بالخشب بتاع السرير، المايوميتريوم المرتبه اللي محطوطه على السرير، والاندوميتريوم الملايه اللي محطوطه. انا عندي كل شهر الملايه بتتوسخ، فهغيرها، هغير الملايه بس اللي هي الاندوميتريوم، وهجيب ملايه غيرها. لكن مش معقول خالص ان انا كل شهر هروح اغير المايوميتريوم والبريميتريوم واغير السرير كله. تمام لحد هنا؟ زي ما اتفقنا ان انا اليوتراين سايكل عندي 28 يوم. اول يوم من السايكل هو بيبقى اول يوم من البيريود. انا عندي اليوتراين سايكل بتعدي باربع مراحل. اول حاجه الستيج بتاع المنستيرويشن، بعد كده الريبير، بعد كده البروليفيريشن، وبعد كده السكريشن. اول ستيج اللي هي بتاع المنستيرويشن او البليدنج، ده يعتبر اول يوم في السايكل. الديوريشن بتاع البليدنج دوت بيبقى 5 ايام. كميه البلد اللي بتفقد في النورمال بتبقى حوالي من 50 لـ60 cc، وده بيبقى عبارة عن بلد وقطع من السوبرفيشيال لير بتاع الاندوميتريوم. تمام، خلص البليدنج، خلص هيبدأ بقى يحصل ريبير للايه؟ للمناطق اللي اتكشفت قوي من الاندوميتريوم. بتيجي الابيثيليال سيل من البيز بتاع اليوتراين جلاند، ويحصل لها انقسام بقى وتنتشر علشان تغطي لي الحتت المكشوفة من الاندوميتريوم بالفلات سيلز. بعد كده المرحله بتاع البروليفيريشن، وديت بتيجي من بعد نهايه البيريود لحد حدوث الاوفيوليشن. بيحصل ايه؟ انا عندي الخلايا هتبقى لو كولامينور، والاندوميتريوم هيبدا يكبر شويه يبقى 3 ملي تاني، واليوتراين جلاند بتبدا تبقى اطول تاني وستريت، وبعد كده في اخر البروليفيريتيف فيس هتبقى كونفوليوتد شويه، هتلف على نفسها شويه علشان عماله تطول. والمرحله بتاع البروليفيريتيف فيس والريبير كمان دولت بيكونوا تحت تاثير مين؟ بيكونوا تحت الكنترول بتاع الاستروجين، لان في نفس الوقت بتاع البروليفيريتيف فيس ده انا عندي بيحصل الفوليكولر فيز في الاوفري برضو، وانا عندي الفوليكل عماله تكبر 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 لحد قبل الاوفيوليشن. الجرافيان فوليكل دي اللي كان فيها الثيكا انترنا سيل هي اللي كانت المين سورس بتاع الاستروجين. الاستروجين هو اللي بيروح يعمل الافكت دوت على اليوتروس وبيخليه مور ثيك.
طيب بعد كده السكريشن دوت بيبقى امتى؟ من بعد الاوفيوليشن لحد البيريود اللي بعد كده. انا عندي اللايننج بتاع اليوترس بيبدا يطلع كيميكال علشان ايه تهيئ نفسها للايه للبريجننسي اللي هيحصل لو حصل يعني. طيب الاندوميتريوم هيبقى مور اند مور ثيكر، بيوصل 5-7 ملي ويبقى عباره عن 3 لايرز، عندي سوبرفيشال كومباكت لاير وميدل سبونجي لاير وديب بيزل لاير، بحيث ان في البيريود اللي بعد كده مين اللي بيقع؟ انا عندي سوبرفيشال كومباكت والميدل سبونجي هي اللي بتقع، لكن البيزل دي ما بتقعش. والخلايا هتبقى كولامينور واليوتراين جلاند بتبقى مور كونفوليوتد ومليانه سكريشن، والسبايرال ارتري هتبقى دايليتد وتورشوس، والاندوميتريوم بيبقى ايديماتس وسوفت. ده بيبقى تحت الافكت او كنترول بتاع مين؟ بتاع البروجستيرون اللي كان بيطلع من الكوربس لوتيوم بعد الاوفيوليشن. طيب انا دلوقتي جيت وصلت لليوم 28، يا ترى ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل عندي؟ انا لو حصل فيرتلايزيشن، يعني لو كان عندي سبيرم موجوده في الفتره بتاع الاوفيوليشن وحصل فيرتلايزيشن للاوفا، ايه اللي بيحصل؟ عندي الكوربس ليوتيوم ده هيفضل موجود زي ما هو، وهيفضل يطلع لي بروجستيرون مور اند مور بروجستيرون، ودوت هيحافظ لي على الاندوميتريوم انه يفضل ثيك ومور فاسكولار، وبالتالي مش هيحصل شيدنج للاندوميتريوم ومفيش مانستيرويشن هتحصل. لكن لو ما حصلش فيرتلايزيشن في الفتره دي، يعني ما كانش عندي سبيرم موجوده في الفالوبيان تيوب، او اصلا كانت واحده مش متجوزه، خلاص الكوربس لوتيوم دوت بيحصل له دي جينيريشن ومستوى البروجستيرون هيقل ومستوى الاستروجين كمان هيقل، فبيحصل شيدنج للاندوميتريوم وبيقع على هيئه المنسس او البليدنج ده، والسايكل بترجع تتكرر تاني. طب بتتكرر تاني ازاي؟ انا عندي الاستروجين والبروجستيرون بيقلوا، ودولت اصلا اللي كانوا عاملين نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش والال اتش، فلما الاستروجين والبروجستيرون هيقلوا الاف اس اتش والال اتش هيرجع تاني الكمية بتاعتهم تعلى تاني في البلد، ودوت هيروح يعمل الافكت بتاعه على الاوفري ويبدأ يكبر لي برايمري فوليكل تاني علشان تكبر وتطلع لي استروجين ويحصل اوفيوليشن والكوربس لوتيوم يطلع لي بروجستيرون تاني، وهكذا السايكل بتفضل تتكرر كل شهر على الاساس ده. الاندوميتريوم او اليوترس دوت بيبقى عامل زي ايه؟ ان هو قاعد 28 يوم عمال يعني يبني في نفسه ويكبر في نفسه ويعمل مور لاير ويبطن في نفسه، استعدادا هو قاعد مستني ان يجي جنين يكبر فيه، لكن للاسف زي ما يكون انا ايه بيفقد الامل بعد 28 يوم وما بيلاقيش اي حاجه جت، فبيروح له ايه متحصب بقى وكده، ويروح موقع ومكسر كل اللي عمله، وينزل على ايد بليدنج زي ما بيقولوا ان اليوترس بيعيط دم، لكن بعد كده بيرجع الامل يتجدد عنده تاني كل 28 يوم، ويرجع يكون نفسه تاني ويهيئ نفسه تاني، وهكذا كل شهر. تمام، لو حد عنده اي سؤال يكتبه في الكومنت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.